اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك النهارده مش بلطي مشوي رده او زيت وليمون، ولا بوري سنجاري، ولا بوري مشوي رده مفتوح او مقفول. معانا سمك فيليه قشر بياض، وعندنا الاطفال يقول لك انا مش باكل السمك بس مع الفيليه الكريسبي، شويه جمبري كريسبي، ده بقى غاوي الايه الحاجات اللطيفه. فهنعمل كبسه النهارده بالسمك الفيليه، والكبسه دي مدرسه في كل الدول العربيه، بتتعمل باطعمه مختلفه، بالزبيدي في الكويت، تحيه كبيره للشعب الكويتي، في السعوديه تتعمل بالسمك الكنعد اللي هو الدراك او الهامور او الشعور. معانا كمان طاجن كاليماري النهارده فاهيته، هنعملها بطريقه لطيفه ونشوف هنعملها ازاي، بالفلفل المشكل واخده من المطبخ المكسيكي ولكن معموله بطعم مصري وشقاوه مصريه. معانا مشروب مشهور في بعض الكافيهات والمطاعم اسمه ماهيتو. ماهيتو يتعمل بالفراوله، يتعمل بالليمون، اهم حاجه في الموضوع كله التلج المجروش مع المياه الغازيه وعصير او سيرب الفراوله او النعناع حسب الرغبه. فهي مدارس، فتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، ويا رب نوصل للطعم اللي احنا بنشوفه بره عشان نعمله لاولادنا على وجبتنا الغداء. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وبرنامجنا متنوع كل يوم في بلد شكل، وكل يوم بطعم مختلف مع تفاصيل صغيرة ولكن شكل وطعم كبير بتكلفة قليلة جدا. أو تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. كبسة السمك الفيليه الهامور هتتعمل النهاردة بالطعم العربي الأصيل. توابل العربية هي عنوان المطبخ العربي. قبل ما أقول الماتيريال بتاعي، لازم الليمون الجاف اللي هو الليمون اللي موجود معانا، والحبهان، والقرنفل، والمسمار. المسمار اللي هو القرنفل، والقرفة اللي هي الدارسين، والحبهان اللي هو الهيل، والليمون الجاف. دي التوابل والمقادير اللي موجودة على الشاشة إزاي نعمل الكبسة بالطعم العربي الأصيل. التوابل العربية هي عنوان المطبخ العربي، وهي مذاق المطبخ العربي. إذا كان في كل الدول العربية لازم التوابل العربية. معانا سمك فيليه قشر بياض، ممكن يكون كنعد، ممكن يكون دراك، ممكن يكون سمك زبيدي، ممكن يكون سمك شعور. أنا عاملها بالفيليه الهامور النهاردة عشان كبار السن والأطفال، ما فيهوش لا حسك ولا شوك. الشوك هو الحسك على فكرة. ومعانا رز بسمتي، ومعانا بصل وتوم، مكعبين من الزبدة، ومعلقتين زيت. انا مش هستخدم سمنه في الكبسه دي، مش زي الدجاج او اللحمه. اللحمه او الدجاج بنستخدم سمنه بلدي، لا هنستخدم زبده وزيت في الكبسه بتاعه السمك بالذات. تعالوا نشوف هنشتغلها مع بعض ازاي. طاسه شديده الحراره على النار بتسخن، حلو الكلام، بنحط فيها معلقتين من الزيت، ونمسك السمك ده نتبله. على ما نحضر الطاسه كده ببصلايه على النار، دي مهمة جدا على فكرة. فين البصل؟ معانا البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبسة بنروح على السعودية، وتحية كبيرة للشعب السعودي، نعمل عمرة، نعمل حج، نشتغل زيارة، بنرجع نبقوا عايزين ناكل الكبسة، أكلناها هناك، بنيجي هنا عايزين نعملها يا إما بالفراخ، يا إما باللحمة، يا إما بالسمك، بس هي بالسمك مش مشهورة قوي، هي أشهر طبعًا أنواع الكبسة يا إما باللحم الضاني أو بالدجاج. فالكبسة عنوانها البهارات العربية. عندك البهارات العربية الخمسة اللي موجودين معانا دول، مخرجنا الجميل الشاطر هيجيبهم لنا، اللي هو الحبهان يسمى الهيل في الخليج، وعند العطار عندنا في وسط البلد حبهان. القرنفل اللي هو المسمار، يسمى في الخليج مسمار، هنا عند الراجل العطار حبيبنا قرنفل، قصدي القرنفل. نيجي ليه والليمون كمان، القرفه اللي هي الدارسين الطويله دي، في منها نوعين، في منها رولز وفي منها خشبيه، دي القرفه اللي هي الدارسين. وعندنا اللومي اللي هو الليمون الجاف، ده عنوان الكبسه. كبسه ما فيهاش ليمون جاف ما بقتش كبسه، اللي هو الليمون الاسمر اللي موجود معانا. حلو الكلام. البصلايه تاخد لون كده، بنصبر عليها شويه. مدرسة المغازي بتقول مكعبين من الزبدة في حالة تحمير البصلة يساعد على الإحمرار جيدا وصفاء اللون. حلو قوي. ناخد السمك بتاعنا نتبله، ده قشر بياض ما فيهوش لا شوك، الأطفال ياكلوا منه آمن
كبار السن، سريع المضغ، سريع الهضم. اهوت ده السمك الفيليه بتاعنا، هنتبله مع بعض. ناخد الليمون ده انا عايزه، ممكن نجرنش بيه الطبق بتاعنا. خليكي في المطبخ كده بسيطه وسهله، تقوم الحاجه تطلع معاك زي الفل. والحاجه اللي بتجودي عليها زياده عن اللزوم ما بتطلعش مظبوطه. ده السمك الفيليه، هنتبله بالثوم. معلقه معجون طماطم. حلو قوي. معانا البهارات بتاعتنا الناعمه، اللي هو البابريكا. انا هنا بكسب وقت، البصلية بتاعتي بتتحمر. شوية كركم، السمك خد لون يفتح الشهية، ملح وفلفل. حلو زي الفل. هل يا شيف يا عينيا البصلاية؟ حاضر اهو بصلاية لسه، دي بصلتك حلوة يا شفيق. شفت البصلاية؟ ده أهم حاجة اللون بتاع البصلاية دي، لازم السمك ينزل عليها وهي جاهزة. مكعبين الزبدة، لونوا البصلة معايا وخلوها ايه طرية. حلوة. والبصل بيتحمر، بننزل بالتوابل العربية بتاعتنا اللي هي عنوان المطبخ العربي. قرفة يعني درسين، لومي يعني ليمون جاف، حبهان اللي هو الهيل. المسميات دي عشان حضرتك لما تنزلي تشتريها من عند العطار يا ست الكل. وادي القرنفل اللي هو المسمار، في منه مطحون وفي منه سليم. على فكره انا بحب اشرب الشاي بالقرنفل، لطيف جميل جدا. الشاي بس يغلي على النار وانت بتصبيه حطي فصين من القرنفل ده كده، هتشربي شاي له طعم ومذاق خاص، خاصه بعد اكله سمك مش هتشم ريحه السمك في بقك نهائي. حطينا التوابل بتاعتنا، نخليها قدامنا كده، نقلب البصلايه الحلوه دي تشرب من التوابل دي كده. دي اساس الكبسه زي ما انا شغال كده. حلو قوي. معانا سمك اللي هو الفيليه بتاعنا، بنمسكه نتبله كده. السمك التبل اهوت بالتوابل الناعمه. التوابل الناعمه دي عباره عن حبهان، كمون، كزبره، معلقه معجون طماطم زي ما انا شغال كده اهو. السمك غير اللحمه غير الفراخ ما بياخدش وقت كتير في السوى، بس انا كمان عايز السمك يبقى له شخصيته في قلب الرز، ماسك نفسه مش مهري، وده مطلوب. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نعمل الطريقه اللي انا هستخدمها دلوقتي، دي مهمه جدا على فكره. كل القصه هاخد السمك ده كده بعد التتبيله الحلوه دي كده، وارصه على البصله دي واغطي الحله بتاعتي. اللهم صل على النبي. شوف الحلاوه. واحدة واحدة كده. الله عليك. حلو قوي. شفت المطبخ بسيط وسهل ازاي؟ زي الفل لغاية دلوقتي. شوية شوربة، شوية مية. بنعمل الحركة دي كده. ما بنسقطهمش على السمك، بنسقطهم في جنب كده. حلو الكلام. ونغطي الحلة دي، لازم نغطيها عشان البخار السمك بتاعنا ياخد لون. هغطيها زي ما هي، نغطيها. بس نبدأ نحضر اللي بعد كده. معانا زي ما تحبوا، انا جاهز. دي خطوة. الخطوة التانية الرز. اختيارك للرز بتاع الكبسة لازم يكون مهم جدا. انا شخصيا بحب الرزايه اللي هي بعد ما تستوي تبقى ايه طريه. في رز بسمتي بعد ما يستوي كاننا بناكل بلاستيك، ده سعره رخيص ومش موجود، وموجود ومتوفر في اماكن مختلفه. ولكن يفضل لما تشتري رز الكبسه، في انواع مش عايز اقول اسمها، رزايه بتلاقيها طويله ولطيفه. الرز ده زي الفل. ده مهم جدا على فكره، علشان بعد ما بتستوي بتبقى طريه، بيسموه في الكويت وفي الامارات العيش، ولكن هو اللي هو الرز البسمتي. في الخليج طبعا، في السعودية وبعض الدول العربية يسموه الرز البسمتي عادي. أشكال وألوان منه ومسميات مختلفة، ولكن يفضل الحبة الطويلة البيضة. دي أفضل أنواع الرز البسمتي لاستخدامها في الكبسة. ما تتعملش بالرز البصري، الرز البصري يتعمل في اليونان واليابان سوشي،
من غير الرز المصري ما يبقاش سوشي، عشان كده اليابانيين شطار واذكياء لانهم بيفطروا كل يوم رز مصري. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل المطبخ بتاعنا النهارده سمك ولكن بطعم وشكل تاني، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن معنى كبير وطعم جديد. السمك الفيليه اعتقد ان هو على وشك السوى. هتيجي المعادلة الطهوية بتقول لك ايه؟ شيف مغازي حرام عليك، السمك استوى، فين الرز؟ احنا نعرف ان الفراخ لازم تستوي مع الرز، واللحمة لازم ناخد شوت شوربة حلوين. معاك يا ست الكل والله. عيني انا هوريك دلوقتي، شفت السمك؟ شفت السمك؟ شفت الدلع؟ بص اهي 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 اهي، شفت ماسك هبره هبره اهي، حته من الموزه اهي. اه ده السمك اللي فيه. لسه ما خلصناش احنا، لسه الكلام الحلو جاي. السمك خد من البصله، خد من التومه، انا في الاخر عايز شويه شوربه يا مغازي، عشان رز الكبسه ده لازم ياخد طعم الشوربه، والا ما تبقاش كبسه. ليه سموها كبسه؟ تقدر تقول لي يا شفيق؟ اذا جاوبت على السؤال ده هجيب لك طبق كبسه. العب يا سمك، هو ده. عشان اللحمه او الفراخ بيتكبس جوه الرز، بس المعادله الطهويه زي ما قلت في البدايه ان الرز ده عايز وقت كتير في السوى. نقوم نعمل ايه بقى يا ست الكل؟ خدي بالك من التركيه دي. احنا غلينا ميه على النار، والميه دي مكانها بوكيه جرنيه مطعمينها بفليفر من الكرفس والثوم والبصل. بعدين صفينا الميه وحطينا الرز البسمتي بتاعنا ياخد غلوه هنا، حضرناه هيقناه مع الحبهان برضو والورق اللورا والقرفه في قلب الميه اللي بتغلي دي كده. فكره عمل البرياني، الله عليك. ايه قصه البرياني؟ برياني بالسمك، برياني بالدجاج، برياني باللحمه. ان الرز بيستوي تلات ارباع سوا، بعدين ينزل على اللحم او الدجاج المخلوط بالحليب او باللبن او بالحامض، المسميات بتاعته المختلفه، مع الكشنه اللي هي البصل والثوم والتوابل. شرحنا طريقه عمل البرياني واحنا شغالين. الرز البسمتي هنا متحضر، هنعمل ايه في السمك بتاعنا الجميل الحلو ده كده؟ زي ما هو كده هناخده دلوقتي في كسروله ثانيه نطلعه. انا عايز اخلص من الكبسه دي لان فيها شغل كتير شويه وحساسه، لو ما ظبطتهاش هتلاقي الكبسه السمك اتهرى في قلب الرز وملوش معالم. ناخد كده الايه؟ السمك بتاعنا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت بقى مكان تسويه السمك؟ هي دي الشوربه بتاعتي. الله. حلو قوي. اللهم صل على النبي، حلو قوي. مكان تسويه السمك بنخليها زي ما هي في قلب الطاسه. لا استنى حبيبي، استنى حبيبي يا شيف، هي في نفس الحله اهو. شفت الجو ده كده اهو؟ ده اللي انا عايزه، ده اللي انا بدور عليه، ده اللي انا بشتغل عليه من الصبح. زي ما هو كده. هعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هو ده. ظابط الملح، كل القصه. باخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده. هو ده. بص على الحلاوه دي، بص على الشقاوه دي. لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع، هو ده. وتشيلي بالمغرفة دي كده من غير ما تصفيه، ينزل ببركته كده. حلو. ده الرز. الله. الله عليك يا عم الشيف. هو ده كبسة السمك، غير كبسة السمك الجزل طبعا. لو هنعمل جزل من الكنعد اللي هو الدراك او السمك الزبيدي او السمك الهامور، ده يبقى جزل معانا. جزل يعني السمكه بتتقطع جزل ما بتخليش، طريقه السوى هنا بتختلف. اما الفيليه بالذات لازم استخدم الطريقه ديت لانه حساس شويه. كده انا خدت كل الرز زي الفل، باخد منها شويه كده. خلص الكلام، نقلب الرز بتاعنا ده كده. بص على الحلاوة بقى، بص على الشقاوة بقى. هو ده الرز، دي الكبسة بتاعتي. الله. سموها كبسة ليه قلت لي؟ عشان بنكبس السمك
او الفراخ او اللحمه او الدجاج يعني عشان بنتكلم باللغه العربيه في قلب الايه الرز. هنعمل الكلام ده مع السمك ولكن بمدرسه المغازي. ادي الكبسه، ادي الرز جاهز، اعتقد ان هو 3 ارباع سوا بالشكل ده كده. كل القصه هعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ السمك بالراحه خالص كده. الله عليك وعلى والديك يا راجل يا طيب. اهو ده، زعلش، لازم الرز يمر بالمرحله اللي انا بدات بيها. الله عليك، ونغطي الحله دي وننساها بقى، ننسى ان في حله على النار، والمثل الشعبي يقول لك اتقل على الرز يا مغازي لما يستوي. حاضر، عينيا. لا ده انت تدلعها اخر دلع، تستاهل دي، دي فيها خبره السنين يا شفيق، دي مدرسه اهو، دي عايزها انا دي شويه الجوس دول. ده الا دول الا ده، هو ده ده البهريز، هو ده هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. خلصت الكبسه، هزه هزه، وناخد دي هنا عشان نشتغل الايه الفاهيته، ونسيب دي تعيش مع نفسها كده. حلو، بس تنشف الشوربه او الميه. لا سلقنا لحمه بقى ولا سلقنا فراخ، تاني نظري كده وانا شغال. اول حاجه البصلايه اهتميت بيها، خدت اللون الصفار والكهرمان بواسطه معلقتين زيت ومكعبين زيت. حمرت البصلايه، نزلت عليها بالتوابل العربيه الناعمه اللي هو الحبهان الناعم مع الكمون والكزبره والبابريكا وشويه كركم. حلو الكلام. خدت تسويه البصله، بعد كده نزلت بالسمك بعد ما تبلته. تبلت السمك كويس بالثوم والبهارات بتاعتنا، وبعدين حمرته في قلب البصله. البصلايه خدت من طعم السمك، والسمك خد من طعم البصلايه، الاثنين اتعرفوا على بعض. حلو قوي. كان الرز عندي جاهز مغسول ومنقوع، وعندي ميه بتغلي على النار اللي هو بوكي جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم. سقطت الرز في قلب الميه دي، خد غلوه الثانيه، حضرته. بعد كده خدت السمك ركنته على جنب، قلت له ريح شويه، ونزلت بالرز في قلب الخلطه او الكشنه بتاعه السمك اللي استوى فيها السمك. وبعد كده رصيت السمك في قلب الايه؟ في قلب الرز. دي كبسه ولا مش كبسه يا بتوع المدارس؟ دي كبسه. هنغطي الحله بتاعتنا ونخليها على جنب. اظن كفايه عليها كده يا شفيق، اغطيها بقى، دي لازم تتغطى شويه. حلوه قوي. نيجي للفاهيته او الكاليماري او السبيط. البحر فيه 3 عائلات، عائلات الاسماك، عائلات الرخويات، عائلات القشريات. دي عوائل يعني او قبائل. الرخويات اللي هو الكاليماري والحبار والسبيط، الاثنين مدرسه واحده في السوى، والاثنين لونهم ابيض، والاثنين في الطعم تقريبا 99.9، ولكن الشكل مختلف نهائيا بين الكاليماري والسبيط والاخطبوط. هنقطع ادي الكاليماري بتاعنا، هنقطعه، خليه على البلانش، ايه رايك؟ عشان نقطعه ونشوف ازاي. ونبدا نقطع الكاليماري دي كده رفيع مع بعض. الكاليماري او السبيط علشان يستوي معاك يا ست الكل، هي تركيه صغيره خالص. انا قطعته سواء كاليماري او سبيط او الاخطبوط من غير توابل، من غير بصل، من غير ثوم، من غير فلفل، من غير اي حاجه خالص. الزيت يتقدح جامد على النار وناخده بالشكل ده كده. دايما يقول لك ايه، في شبابه جات له صدمه ناريه. هو دي الصدمه الناريه. هو ده استوى خلاص. نقلبه. تقلبتين والتانية هنقطعها دلوقتي، بصوا لها كده تتقطع لوحدها. اوعى تحط اي توابل. المدرسة بتقول ايه هنا بقى؟ هو ده الكلام. استنى عليه لغاية لما ميته تنشف وهو على النار من غير اي حاجة خالص، وابدأ اغذيه عشان يسمراني اسقيك محبة. يعني ايه؟ الكاليماري او السبيط في عروق زي كل الانسجه بتاعه الاسماك او اللحوم او الفراخ. الانسجه بتاعتها السبيط لا ترى بالعين، اللي هي البيضه، فدايما لما ننزل بيها على نار شديده بنعمل له الصدمه الناريه، فبتتقطع مباشره، لازم في زيت شديد الحراره او جريله سخنه،
فمجرد ما بتاخد الصدمه الناريه بتفاجئ هي بتتقطع لوحدها، فكده هو استوى ما يشدش معاك زي البلاستيك او زي الاستيك زي ما احنا عارفين. ده كده خلاص استوى، بتصبر عليه شويه فرصه نقطع الخضار بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله مع بعض. تشكيله من الخضار، الخضار ده ممكن يكون فلفل ملون، ممكن يكون بصل زي ما انت حابه، ولكن يفضل طبعا تشكيله من الفلفل الملون. اهو طالما احنا هنقطع خضار ويخش النار مفيش مشكله لما تنزلي على البلانشه نفسها، عشان الفلاسفه ما يقولكش الشيف المغازي بيقطع خضار على بلانشه قطع عليها سمك، قول زي ما انت عايز. مع مدرسه المغازي لا جدال ولا نقاش. هناخد الفلفل ده كده نقطعه مع بعض. فلفل ملون اخضر احمر اصفر اللي عندك يا ست الكل. هنقطع الفلفل ده ازاي بقى؟ هو ده الكلام. نجيب سكينه حاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت المطبخ بسيط وسهل ازاي؟ ده الفلفل الاحمر، بنرصه فوق بعضه كده بايدك كده، وبالسكينه ننزل كده. القطيعه دي مهمه. حلو. ونعمل تشكيله من الخضار والبصل والثوم والكزبره والبقدونس، وبعدين تنزل على الفاهيته بتاعتك. ادي الخضار بتاعنا ده، مهم جدا على فكره اختيارك لنوع الخضار. فلفل احمر والكاليماري في النار، مفيش قلق من ناحيته خالص، انا المطلوب ان ميته تنشف. زي ما انا شغال كده بلف دول كده بالسكينه بتاعتي. ده ما ينضربش في الكبه يا ست الكل، لانه لازم يتقطع في النار بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. ناخد الخضار ده كده نفس الطريقه، معانا فلفل اخضر، والفلفل الاخضر الرومي بتاعنا ده حلو، بلاش تجيبي الكبير، البلدي ده حلو بيستوي بسرعه. سمعت الصوت؟ بدا الصوت يطلع، اول ما الصوت يطلع تعرف ان هو خلاص استوى. كل ما كان الصوت يظهر كل ما تعرف ان هو استوى. اسكت يا شيف خلينا نسمع الصوت. تمام. طبعا انا شغال في التقطيع، لان التقطيع ده لازم يكون برضو بشكل هندسي، كله شكل واحد، سواء الفلفل سواء البصل الشكل ده كده. سيبونا اعيش مع تقطيع الخضار، لان بسمع صوت السكينه نازل على الخضار زي اللي بيسمع صوت الفلوس وهو شغال على مكنه الفلوس. ده احلى صوت بسمعه على فكره، والمكنه بتعد الفلوس. نفس القصه وانا شغال كده. الاثنين عندي واحد. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لكبسه بتفاصيل صغيره، كبسة السمك الهامور، ومعانا طاجن كاليماري لطيف وجميل بلمسات المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تشكيلة من الفلفلة الملونة، وتقريبا الفلفلة الملونة إذا كان فلفل ملون أخضر وأحمر وأصفر ده بيلعب دور كبير جدا في المطبخ المكسيكي. قطعناه بالشكل اللطيف الحلو، المصطلحات الطهوية بتقول لك ده جوليان، ده سلايس، ده شرايح، قطعيه زي ما أنت عايزة، ولكن يفضل طبعا بالشكل اللي أنا مقطعه اللي هو الشرايح الطويلة الجميلة. أنا هنا بولع النار. نعمين. الصبيت الكاليماري والصبيت على النار لطيف وجميل في التحميره ديت. نقلبه كده. بص على الحلاوه، بص على الجمال ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شفت خد اللون ازاي؟ بس انا بشيله كده
بالراحة خالص، وبعدين بنقلبه بالشكل ده كده. الله، هو ده. اه، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. اه، سهلة خالص القصة. بعد كده بناخد الخضار بتاعنا ينزل بالشكل ده كده. الله، شوف الخضار نازل ازاي. واخلي شوية، انا عايزهم واقول لحضراتكم انا عايزهم ليه دلوقتي. وانزل بالبهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا كالعادي، فلفل، شوية بابريكا حلوين. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى الجمال. اهو كده شوية زيت حلوين. ايه الصورة الحلوة اللي على الشاشة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اهو حلو زي ما انا شغال. صورة ما زالت مستمرة لطيفة وجميلة. بحط في الاعتبار هنا، المهم هنا التقليبة الحلوة دي كده. الله، شفت الجمال ده كده؟ اهو ده. اهو كاليماري استوى. بعد ما نخلص هتدوق وتقول لي رايك. اخواننا في المطاعم المشهوره يجيب لك الفلامبيه اللي هي حته من الظهر، اذا كان شكل مستطيل او شكل بيضاوي او على شكل سمكه، تسخن جامد، ينزل بالفاهيته دي او بالكاليماري ده عليها كده، ويبقى شكلها لطيف وحلو. تقعد سخنه لغايه لما نقوم من على السفره. هنعمل الكلام ده احنا مع بعض ان شاء الله. هنسيب ده كده على النار بالتوابل اللطيفه ونخليه يستوي، ونغطي الحله دي مع بعض ونسيبها على النار تستوي. اه، زي الفل. شفت اللون ده؟ اهو هو ده. سؤال حلو جدا من كنترول للناس اللي بتحب المطبخ. ينفع بدل الكاليماري نحط؟ ما ينفعش خالص. كاليماري او السبيت يفضل اللي هو بالطريقه دي، اما السمك الفيليه هنا ممكن نعمله شيش، زي شيش الطاووق بالظبط، اللي هي صدور الفراخ. هنغطيها ونسيبها تستوي، تشرب البهريز كله مع بعضيها. تعالوا نرجع لحكايه الكبسه مع بعض. كبسه، اخبارها ايه يا عم الشيف؟ عايزين نشوف الكبسه اللي انت صدعت راسنا فيها من الصبح. نوسع لها كده عشان نغرفها مع بعض. جاهزه في السرفيز الحلو ده كده. فين السرفيز اللطيف؟ نعمل سرفيز شكل سمكة يفضل يعني، لو ما عندكيش مفيش مشكلة. عينيا حبيبي حبيبي مبدع. ادي السرفيز الحلو ده كده حلو. تعالوا نشوف الكبسة اخبارها ايه، هنغرفها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعمل الماهيتو ده، هي العدل الاكله دي، مستر ماهيتو. شوف الكبسه معايا، شوف الحلاوه. الله، شفت طريقه الغرف نفسها؟ لازم تنضرب كده المغرفه في قلبيها اهو. يلا بينا. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة بقى، بص على الشقاوة بقى. السمك الفيليه طالع ازاي من تحت؟ هو ده. الله. الله، كل ما تضرب المغرفة يطلع لك جزلة. ألف هنا وشفا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف انا وشيف. والله يا شيف انا كنت بعمل الكبسه دي الاقي السمك اتهرى في قلب الرز. نعم، حاضر يا غالي. دايما انت واقف لي بالمرصاد، عايز يشوف السمك. عينيا، عايز يشوف السمك في قلب الكبسه، مهري ولا مستوي؟ انا هشيل لك جزه دلوقتي واطلعها لك في الطبق، وعلى عينك يا تاجر. اهي بص الجزله، ده السمك بتاعنا في قلب الرز طالع زي الفل. شفت البياض والحلاوه؟ بص بص بص، هو ده هو ده.
ألف هنا وشفا. أنا هاكل الرز وأسيب السمك. بس بنشوف مع بعض تفاصيل بتاعة السمك بعد ما استوى. اكسرها كده، ألف هنا وشفا للي ياكل. خلاص. تعالوا مع بعض ننزل بالفاهيتا بتاعتي عشان نشتغل في المشروب الجميل الحلو اللي بنروح على بعض الكافيهات بندفع مبلغ وقدره بأطعمة مختلفة. مفيش مشكلة ان احنا ندفع، بس في الاخر نشرب حاجة حلوة، بنضمن ان التلج معمول بطريقة صحية، وبنضمن كمان ان الحاجة معمولة لطيفة. فتعالوا نشوف ازاي نعمل ماهيتو بطريقة بسيطة وسهلة بطعم الفراولة. مقاديره على الشاشة، مقادير في متناول الجميع. شرايح من الليمون، نعناع، عينيا. الليمون هنا والنعناع ده متواجد معانا. صوصات مختلفة او فليفر مختلف معانا. الفراولة ممكن نعناع، ممكن ليمون زي ما انت عايزة، ممكن فانيليا. حلو، تعال نشوف هنعمله مع بعض ازاي. ونسيب الفاهيتا بتاعتنا على النار. ايه الاخبار؟ اهي خدت على النار الشديده ديت كده زي الفل. اهي بص عليها، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اهي شوف الطعم هنا. طلع لي الكاليماري بقى من وسط الفلفل. كاليماريا مش سبيط، كاليماريا. ده جمبري بجد، يا رب بس اسمعه ويبقى جمبري. اهو 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 شفت الكاليماري. يا فندم. يا باشا حبيبي. ما تقلقش، اهو اهو ده الكاليماري. اهو شوف مستوي ازاي. والله بتقطع بالمعلقه. كاليماري. ازاي حلقات حلقات حلقاتك برجلاتك. الف هنا وشفا الاول. حلو تمام. انزل. الف هنا وشفا. تعالوا نغرفه مع بعض، يلا بينا. نشيل ده كده ونجهز التقديمه الحلوه، وده مطلوب منك تعمليه في البيت. ناخد الميتو ده كده عشان نشتغل فيه. نخلي دي مكانها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سخنة، خلي بالك يا عم الشيف عايزينك. الله، زي ما هي كده. جوزك خلاص وصل بالسلامة، عينيا جوزك وصل بالسلامة خلاص تمام، والأولاد كلهم على السفرة بتاعتنا بألف هنا وشفا. المطلوب منك يا ست الكل إنك أنت تعملي الجو ده في البيت عندك، مش لازم في المطعم وبس. هنعمل ايه؟ هناخد كل ده مع بعض، يلا بينا. حبيبي حبيب هارتي، هو ده يا مدلعني. الف انا وشف. تعالوا مع بعض سريعا نعمل مشروب مشهور في بعض المطاعم، كلنا عارفين سعره بيتفاوت من مكان لمكان ومن كافيه لكافيه، ولكن الطعم مختلف. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بحطها التلج.
خلي بالك لو ملاحظه حاجه، انا او بعد ما بدات اشتغل في الحلو تغسلي ايدك لو انت مفيش جلافزات في المطبخ عندك، او تغيري الجلافزات زي ما انا اشتغلت كده، وبعيد عن اي طعم سمك في البيت. ونحط التلج، ولما يكون عندك تلج في الديب فريزر لازم يكون في كيس مقفول عشان بالتاكيد التلاجه فيها لحمه العيد لغايه دلوقتي. نحط التلج بالشكل ده كده. هي القصه كلها في التلج المجروش، لازم يكون عندنا بالشكل ده كده. وانا معايا مساعدين شطار، التلج جاهز وزي الفل. ننزل يا عم الشيف بالليمون بالشكل ده كده. بشرايح الليمون عينيه اهو خلاص. انا احط صوص فراوله واجري اهو بالشكل ده كده. وادي المياه الغازيه بتاعتي. طبعا احنا قافلين عشان ما نبينش الاسم، عشان برضه نبقى عارفين الدنيا ماشيه معانا ازاي. ننزل بالسيرب بتاعي. حلو، ايا كان بقى نعناع او فراوله اهو زي الفل يا عم الشيف لغايه كده تمام. بناخد المياه الغازيه، مشروب عادة للأكل بتاعنا اهو، مستر ميتو بطعم الفراولة، ألف هنا وشفا. بهديهولك ده يا مخرجنا يا جميل، في الجو الحر ده طفي نارك عريس ست نجوى كرم. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، تفاصيل صغيرة ولكن طعم جديد وشكل جديد بتكلفة قليلة جدا. عملنا الكبسة بالسمك الفيليه الهامور، وعملنا طاجن كاليماري فاهيتا يتن سخن قدام حضراتكم على الشاشة طبعا بتكنيك عالي والزهرة بتاعتنا. وخلي بالك الأطفال الصغيرين ما يقربوش منها لأنها سخنة جدا. والمشروب اللطيف الجميل الحلو ده كده بهديه كل المتابعين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.